راح نحكي اليوم عن اكتشاف كثير هام غير في حياة البشرية وهو البريد. تعرفوا شو أصل كلمة البريد؟ خليكم معنا لتعرفوا شو أصل هاي الكلمة. تطورت الوسائل المستخدمة في إيصال الرسائل من التبليغ الشفوي إلى التسليم باليد أو حتى استخدام الطيور بشكل كثير كبير، وحتى الإشارة عن بعد عن طريق الدخان والأعلام. أدرك المسلمون أهمية هذا الأمر في أوقات السلم والحرب، فعبدوا الطرق وقسموها منازل ومحطات. توجد في كل محطة دواب مهيئة تحمل أشخاص المكلفين لنقل الرسائل، رسائل الخليفة إلى مختلف الجهات، الذي يمضي بها مسرعا حتى إذا وصل أول محطة سلمها للمكلف بها ليقوم بوظيفته كالأول، وكانت تصل الرسائل للأمراء والعمال في أسرع وقت. كانت المسافة بين كل محطة وأخرى تبلغ 4 فراسخ أو 12 ميلا. هذه المسافة سميت بريدا، ومن هنا أطلق على عملية التناقل بالبريد. استخدم المسلمون العديد من الطرق في نقل البريد، راح تلاقوها أكثر في التعليقات أدنى في طقس العرب.